السلام عليكم أحبتي في الله، جيت اليوم نجيب لكم واحد أشياء بسيطة اللي يمكننا نصوبوها في دارنا، نعمروا بها وقتنا، وبالأخص في هذه الوقيتة هذه اللي حنا جالسين في الدار. ما كاين ما يدار، كل شيء مشدود عليه. كيف تنقولوا، كنا جالسين في هذا الكونفينمون، دونك يمكن لكم تشغلوا يديكم باشياء بسيطه. عندنا هنا مثلا هذه البواط ديال برينغلز، كنشريوه الدراري كيشريوه، تنجيبوه اوليو باش نضيعوها تناخذوا هاد لابواط، هادي تنحتاجوا هاد لابواط هادي، ولا اي بواطه عندك في الدار وبغيتي تستعمليها اشياء بسيطه كنحتاجوا توب، الطرف ديال التوب كيف ما كان على حسب الطريف توب اللي يكون عندك في الدار واجد. كنحتاجوا هاد لو غالون، كاين هكذا، كاين اشكال مختلفه او سينتا او اللي عندك في الدار. تنحتاجوا شويه دعقيق بحال هكذا، ولا يمكن لك تستغني عليه يمكن لك تخليه. وعندنا لاكول بيان سور، لاكول بلانش باش كنخدمو، ان بانسو، وعندنا اون بير دو سيزو، وعندنا ان كوتور باش كنقطعوا لا بواط. دونك خليكم معايا، بسم الله توكلنا على الله، غادي نبداو. تبعوا معايا ايتاب باغ ايتاب، وراه هادشي غادي يجيكم ساهل ودغيا غادي تصوبوه. يمكن لكم تصوبوا هادو دي ديكوراسيون، تخدموهم في لا شومبر كوشي ديالكم، ديروا فيهم لي كريون، ديروا فيهم مسائل ديال المبرد ديال الدفار، اي حاجه يمكن لكم تستعملوها، عكيكرات، دي بيجو، نيمبورت كوا، او في لا سال دو بان تخدموهم، ديروا فيهم لي بروس ادون، ديروا فيهم لا دونتيفريز، بزاف ما يمكننا نستعملوهم. دونك غادي نبداو بهاد لا بواط هادي ديال برينغلز، غادي نقسموها على جوج كيف شتيو. خليكم معايا، غادي نقسمو هاد لا بواط على حسب لا لونغور اللي بغينا. بغينا اون بواط كبيره غنخليوها كبيره، بغينا صغيورين غنديروهم صغيورين. دونك انا ديجا هنا قسمتها هنا على جوج، ما غنضيع لا هادي ولا هادي اللي فيها الغطا ديالها. دونك هاد الغطا هادي حتى هي غنستعملها. الوغ انا درت هنا جويجات غادي يجيو في هاد القياس هذا. الوغ خليكم معايا، انا غادي نمشيو ايتاب باغ ايتاب. دونك اول حاجه كناخدوها هي التوب، كناخدو العبار ديال التوب اللي بغينا على حسب القياس بيان سور اللي عندنا. كنخليو دائما واحد شويه زايد اللي كنغلفو به الداخل، وتنقطعو التوب ديالنا كيف كتشوفوا. غادي ناخذ نفس العبار باش ما تجينيش ناقصه، غادي نقطع الطرف اللي غادي نحتاج بطبيعة الحال. هادي اشياء بسيطة ويمكننا نشغلو بها يدينا، يمكننا نلهيو بها وقتنا ونعمرو بها وقتنا ونعمرو بها ونديكوريو بها، تيجيو مزيونين. غادي تبقاو معايا حتى للتالي وغادي تشوفو ليطاب التالية كيف غادي تجي. إذن هنا غادي ناخد هاد الغطا هادي باش ما تزوش، باش ما تزولناش، وغادي ندهنوها بلاكول باش نلصقوها. ندهنو هاد الجنيبات ديالها بلاكول كما كتشوفوا، كما كتشوفوا غادي ندهن شويه لا بواط بشويه تاكل باش كنفيكسي التوب مزيان. تنبقاو ماشيين وحنا كندهنو وحنا كنلصقو التوب ديالنا. من هنا كيف كتشوفو حنا غلفنا لابواط كلها، نفيكسيو الجناب باش ما يتحلولناش بطبيعة الحال كيف كتشوفو. عملية بسيطة وما كتاخدش وقت كتير. غنجيو لهاد الراس هذا، لهاد التوب هذا اللي خلينا، وغادي نديرو له بحال افتحات. هانتوما كتشوفوا العملية كيفاش،
ديرلهم افتحات باش ما كيجيناش مبوق من الداخل. وغادي ندهنو لابواط ديالنا من الداخل كيف كتشوفوا، عملية بسيطة وسهلة. وغادي نبداو نطويو طرف بطرف. اذا المرحله الاولى هي هذه، حنا غلفنا لابواط ديالنا كامله، ها انتما كتشوفوا مغلفه. بيان سور ما غنعرفولاش الانتيريور كله، انا ما محتاجينش يتغلف الداخل كله، ها هي دي. دابا غندوزو للمرحله الثانيه اللي هي الكالون اللي غادي ندورو به، اللي غنديكوريو به بطبيعه الحال. اذا غناخذو القياس اللي خاصنا، ما غاديش ناخذوه كله بطبيعه الحال، القياس اللي غنحتاجو. كنديرو حنا وشحال بغينا، جوج صفيفات، ثلاثة، أربعة، أنا غناخد ثلاثة ديال الصفيفات منهم، غنقطعوهم. غادي ناخذ لاكول عود وغندورو. لا بارتي التحتانيه غندهنوها بلاكول. حنا غادي ندورو هاد الكالون على هاد لا بارتي التحتانيه، هادي كيعطينا منظر جميل بطبيعة الحال. وغناخدو عاوتاني بالنسبة لاباغتي الفوقانية، حتى هي غناخدو لها نفس العبار اللي خدينا اللولة، وحتى هي غادي يكونو فيها ثلاثة ديال الصفيفات. إذن نفس العملية كنكروها، انتوما كتشوفو نفس العملية غنكروها من لاباغتي الفوقانية حتى هي. يمكننا نستعملو يدينا بالنسبة للكولا لأنها كتساعف حسن. حنا كنوريكم المراحل كلها وغير بشوية، باش بالنسبة للمبتدئات اللي عاد غادي يبداو أول مرة يصوبو شي حويجة، باش غتجيهم سهلة. ماشي ضروري إلا ما عندكش البانسو في الدار، ماشي ضروري البانسو، يمكنك تخدمي غير يديك. حنا كنعرفوا ان حنا المغاربه كنخدموا يدينا في اي حاجه كتصدق لنا حسن، كنتقنوا بيدينا الخدمه اكثر من اي حاجه اخرى. دونك ها حنا دورنا الكالون في الطريق في لا بارتي انفيريور ولا بارتي سوبيريور. دابا يمكننا نديكوريو باي حاجه بغينا، نديكوريو بعقيقات، نديكوريو يمكننا ناخذ مثلا غير طريف من هذا ونديكوريو به. ها انتما غادي يجي حتى هو مزيان، بوكو با ندهنو بلاكول حتى هو وغادي نلصقوه. داكشي كيبقى مسألة ذوق، اختراعات، كيمكنك تختاري على راسك أي شكل بغيتي. غادي نلصقوها هنا وغنخليوها غادي تيبس، غادي تيبس لها لاكول مغتبقاش باينة. غتجي هكذا في هاد المنظر هادي. دونك هادي وحيدة درناها هكذا. إذا حبيباتي كيف كتشوفو، ها حنا صوبنا لابواط ديالنا، ها هي دي، كتجي فهاد الشكيل أو كتجي فهاد الشكيل. هادي درنا لها عقيقات، ونتينا كيبقى لك الإختيار، كيبقى لك إختيار سيداتي أنك ديري أي موديل بغيتي، ديكوري بيه على حساب الوجد اللي عندك، وتستعمليها لأي حاجة بغيتي. حنا مثلا غنديرو فيها هادو، ها انتما ها حنا هادو درنا فيهم لي كريون. كل كدير فيها اي حاجه بغيتي، انا قلت لك بالنسبه لون ديكوراسيون فوق الكوافوز ديالك، في لا شامبر ديالك، في البلاكار ديالك تجمعي فيها الماكياج ديالك، على حسب اي حاجه بغيتيها. اذا بالنسبه للحصه ديال اليوم هذه هي
هكذا هو الدرس ديال هذا النهار، وهذه هي لا ديكوراسيون اللي درنا اليوم، حاجه بسيطه وجميله وكتنفع، وما كنضيعوش هاد لي بواط اللي كيكونوا عندنا، علاش غنسيبوه؟ اللهم كنخدموهم ونستعملوهم لاي حاجه يمكننا نستعملوها. اذا حبيباتي الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تدعمونا وديروا لنا لايك وابوني باش يوصلكم الجديد، وانتظروني مع نادية ديكو، انتظروني في حلقات جديده ان شاء الله، وكل مره نقدم لكم حويجه اخرى جديده اللي يمكن لكم جميع المبتدئات يمكن لهم يستعملوها ويتقوا يديهم فيها ويصوبوها.